السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم إخواننا الكرام، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة إن شاء الله. أنا هاني فرج من قناة شفرلي مصر على اليوتيوب. النهاردة إن شاء الله جبت لحضراتكم عربية شفرلي دبابة موديل عربية 2008 مستعملة للبيع في مصر. يلا بينا على بركة الله هنستعرض بالفيديو العربية مع بعض، نوري لحضراتكم كل حاجة عن العربية، وكمان هقول لحضراتكم على سعرها وكمان طرق التواصل مع صاحبها. يلا بينا على بركة الله. زي ما حضراتكم شايفين العربية عليها طقم عدة كاملة، العربية فيها طقم جنوط سبور بكاوتش جديد، العربية على فكرة فابريكا دواخل مرمات من الخارج، العربية فيها طقم جنوط سبور بكاوتش جديد، العربية موديل 2008. الطبلية بتاعت العربية خشب زي ما حضراتكم شايفين، عليها طقم عدة كاملة زي ما حضراتكم شايفين. دواخل العربية فابريكا لكن العربية رشة مرمات من الخارج. العربية فابريكا دواخل زي ما حضراتكم شايفين، والصالون بتاعها حالته كويسة. العربية 2008 حالتها كويسة من الخارج، رشة بعض المرمات، عليها طقم عدة كاملة، فيها طقم جنوط سبور زي ما حضراتكم شايفين، فيها طبعا كاوتش جديد. دي دواخل العربية من الداخل. دي عربية شفرلي دبابة موديل العربية 2008، العربية فابريكا دواخل رشة بعض المرمات من الخارج، العربية فيها رخصة منتهية مرور عرب عليقات، العربية عداد شرعي 180 ألف كيلو، مطلوب في العربية 155 ألف جنيه، سعر العربية 155 ألف جنيه. لو حضرتك عايز تشتري العربية كاش أو بالتقسيط هتتواصل على رقم 012-828-3092. لو حضرتك عايز تشتري العربية هتتواصل على رقم 012-828-3092، والرقم الثاني 012-874-5204-1. زي ما حضراتكم شايفين العربية 2008. ده كان موضوعنا النهاردة، استنونا في مواضيع جديدة وأخبار جديدة على قناتكم على اليوتيوب قناة شفرلي مصر. لو عجب حضرتك الفيديو واستفدت منه ما تبخلش علينا اللايك، وكمان تفعل زر الجرس علشان يجي لحضرتك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.